جلسه من جلسات الاسبوع وبعد اجازات الاعياد اللي احنا كنا فيها. احنا الاسبوع ده كان 3 جلسات بس، كان الاتجاه في المؤشر الرئيسي هو اتجاه عرضي ما بين نقطه 13200 ل 13400. يمكن كان اهم سمه في الاسبوع ده هي احجام التداول الضعيفه جدا، ودي كان ليها اسباب مهمه. اول حاجه ان المستثمرين كانوا لسه في مود الاجازات واللي لسه ما بداوش يتعاملوا في البورصه، والسبب الثاني ان نقطه 13400 واللي بدات بيها الجلسات الاسبوع ده دي تعتبر نقطه مقاومه في البورصه المصريه او في المؤشر المصري، واللي عندها المستثمر بيفضل ان هو ينتظر او يعمل هولد على اسهمه يشوف اتجاه السوق هيكون ازاي، اذا كان ارتفاعا هيكمل اشتراء، لو كان انخفاضا هيتخلص من اسهمه. ده يمكن ده اللي سبب احجام التداول الضعيفه. لكن احنا لاحظنا ان في الاسبوع ده كان في اتجاه للاجانب للشراء والمؤسسات، العرب كانوا بيتباينوا ما بين الشراء والبيع. اتجاه الاجانب للشراء بالرغم من ان سعر الدولار بيتذبذب او بينزل قصاد الجنيه المصري، ده ليه سبب مهم. هو اول حاجه صدور بعض التقارير الدوليه عن المؤسسات ان الاقتصاد المصري اذا مشينا بنفس الخطى فاحنا على سنه 2030 هنكون من افضل او ضمن قائمه افضل الاقتصاد العالمي. السبب الثاني هو اشتراك مصر في مؤتمر البريكس، واللي كان ليه صدى على ان اقتصاد مصر بينمو او ماشي في اتجاه النمو، وكان المفروض مع بعض الدول اللي اقتصادها بيعتبر من اقتصاد افضل من مصر او اقتصاد بيحاول ان هو ينمو، وبالتالي ده يمكن ادى انطباع جيد لاقتصاد مصر، واللي ادى الى ان الاجانب بيحاولوا يتدخلوا او الاجانب والمؤسسات بيحاولوا يشتروا في الفتره اللي فاتت. طبعا احنا بنتوقع في الفتره اللي جايه، كنا بنتوقع الاسبوع ده الاتجاه العرضي وده فعلا تم، نتوقع ان من الاسبوع الجاي يكون في بدء حركه، والغالبا هتكون حركه ايجابيه، لان احنا شايفين ان على نهايه الاسبوع في ارتفاع اكتر من 100 نقطه في مؤشر 30، وفي احجام التداول بدات تتحسن، فبنتوقع ان شاء الله من الاسبوع الجاي يكون في تحسن في الاداء سواء كان في احجام التداول او في المؤشرات. اما بالنسبه للقطاعات فاحنا شايفين ان قطاع البنوك اللي دايما بيكون مسيطر مالوش خارج الصوره النهارده او الاسبوع ده، لكن النهارده شايفين قطاع الشحن بيتجه بشكل جيد جدا، وقطاع العقارات بعد الاسهم فيه بتتجه بشكل جيد جدا.